السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العطش المستمر والتبول المتكرر من أشهر أعراض الإصابة بمرض السكر، لكن ليه الأعراض دي بتظهر على المريض وإيه هو المعدل الطبيعي للتبول للشخص السليم وإيه هي باقي الأعراض المعروفة للإصابة بالمرض؟ كل الأسئلة دي هنعرف إجابتها مع بعض في فيديو سريع ومهم، تابعني بعد الفاصل. أنا محمود جمال وإنت بتشوف برنامج وقاية. اهلا بيكم مره تانية، وقبل ما نبدا احب افكركم تكونوا مشتركين في القناه ومفعلين خاصيه الجرس علشان يوصل لكم اشعار بكل فيديوهات التوعيه اللي بنقدمها اول باول باذن الله. ونبدا باول واشهر اعراض الاصابه بمرض السكر وهو التبول المتكرر. المتوسط الطبيعي للتبول للشخص السليم بتتراوح ما بين 6 مرات يوميا الى 8 مرات يوميا. مع ارتفاع مستويات السكر في الدم بتحاول الكلى انها تخرج اكبر قدر ممكن من السكر الموجود في الدم عن طريق البول، فبالتالي بيزيد معدل التبول اليومي وبالتالي بيبقى مؤشر قوي على احتمالية الاصابة بمرض السكر. تاني اعراض الاصابة بمرض السكر هو العطش المستمر، واللي بيكون ناتج عن التبول المتكرر، فبيحاول الجسم ان هو يعوض السوائل اللي بيفقدها عن طريق التبول، فبالتالي بيحس الشخص ان هو عنده دايما عطش مستمر وجفاف في الفم. العلامة الثالثة من علامات الإصابة بمرض السكر هو الجوع المستمر، واللي بيكون بسبب عجز الخلايا عن استخدام الجلوكوز الموجود في الدم كمصدر للطاقة، فبالتالي بيحس الشخص دايما ان هو جعان حتى بمجرد الانتهاء من الأكل. العلامة الرابعة من علامات الإصابة بمرض السكر هو فقد الوزن بدون مبرر، واللي بيكون بشكل سريع ومفاجئ، وده بيكون بسبب استخدام الخلايا المخزون الدهون والكتلة العضلية في الجسم كمصدر للطاقة بدلا من الجلوكوز. كمان فقد السوائل عن طريق التبول المتكرر بيزود من معدل فقدان الوزن بشكل أسرع. خامس علامة من علامات الإصابة بمرض السكر هو التعب المزمن، وده بيكون بسبب عجز الخلايا عن استخدام الجلوكوز كمصدر للطاقة. أما العلامة السادسة من علامات الإصابة بمرض السكر هو تشوش وضبابية الرؤية بسبب تغير السوائل في الجسم، واللي بيأثر على النظر وبيسبب انتفاخ في العين وبالتالي بيسبب ضبابية في الرؤية. سابع علامة من علامات الإصابة بمرض السكر هو تنميل وخذلان ووغز في الأطراف، واللي بيكون بسبب ضعف الدورة الدموية مع ارتفاع مستويات السكر في الدم. أما العلامة الثامنة والأخيرة معانا في الفيديو النهاردة هي تأخر التئام الجروح عن المعدل الطبيعي، اللي بيكون سببها برضو ضعف الدورة الدموية وبيظهر أكتر في الأطراف زي اليدين والقدمين. على الرغم أن السكر من أكتر الأمراض المزمنة اللي مضاعفاتها خطيرة، إلا أن اكتشافه في مراحل مبكرة بيسهل السيطرة عليه. تابعني في الفيديو الجاي هنتكلم أكتر عن علامات مقاومة الإنسولين. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.